اخر نقاش وقلنا مدة 3 سنوات عامين عملوها ولا خلاش قلنا بقولها الاطوال باش تاخذ البطولة وتبرك وخذ البطولة بركت اثناء الاطوال تعبت فرقت الرمانة بتاعها وانا قلتولا لكن الاثناء ما تفاجأنا بالكاس بين بين النادي الافريقي وبين الساقس الكاس الدور النهائي الزوز ومش تكبش وتقع فيها مشكلة ويمشي يمشي اتجاه الجنوب الساقس عن الساقس عن التراجي حتى اسلام النجم الساحلي ماذا قلت لهم مولود الفيديوهات وتاريخ مولود مدوحات على اليوتيوب قلت لهم مراك مش تفرعسوا ورايا عش متاع حجلة مش تفرط حمامة وطارت على سفرها بدأتش ترجع توا مع حتى ينظموا دارهم ساعة قبل قبل ما ينظموا يجيبوا البرانيين ينظموا دارهم قبل الدارهم تاعهم فرنسا دارهم فرنسا ما دارهم أنا اللي دارها ما كملها يلزموا ينحوا الموازينات نتاع هذا وهذا وهذا باش لطوة تنجح لطوة الإدارة نتاعها باركة ثم زوزهم ولا ثلاثة من الناس يزيدوا عليها لطوة مبركين يلزم يخرج من اللعبة باش تدوان تاخذ نيتها وحتى جمهور باش نجم يدعمها جمهور فايق باللعبة راه جمهور فايق باللعبة اليوم ثم ناس مبركين للنجم الساحلي وعندهم ثقة جمهورهم ثقة في ملاعبين من الوطن نجح وخير من برشا جمعيات